chaque soir, et comme chaque soirée, on a des artistes du partout du monde qui expriment leur solidarité pour le monde. Et cette journée-là, ce soir, on a un grand artiste du Maroc, un chercheur, et il fait aussi de la critique d'art, et les créateurs, on va le découvrir, c'est toujours le grand artiste Mohamed Saoud du Maroc. Bienvenue Mohamed Saoud du Maroc, vous êtes en direct, automatiquement on va parler par la langue arabe, c'est comme ça, à chaque fois qu'il y a un invité, on le laisse exprimer par sa langue maternelle. Oui. On tient à un grand, grand, grand merci à Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a fait la preuve de l'amour du peuple, l'amour des gens. Donc on va passer à l'arabe. Ahlan bil Oustad le Kabir, Mohamed Saoud, المعروف عالميا على الساحة الفنية بأنه من بين المبدعين ذوي الطابع المتميز الطابع الفلسفي والصوفي كذلك، وله عدة يعني إيجابيات في ميدان النقد، سواء لا على المستوى الوطني بالمغرب ولا على المستوى العالمي. فمرة أخرى نشكر الأستاذ الكبير محمد سعود ونتركه ليعرف جمهورنا بنفسه. فأهلا أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا، وشكرا جزيلا على الاستضافة، كما أشكر كل الجمهور الذي سوف يتابع هذا الفيديو. محمد سعود فنان تشكيلي وباحث. بالنسبة للمصاري الفني الحقيقي، يعني هناك بعض المحطات السابقة، ولكن المسار الحقيقي كان في بداية الثمانينيات. أول مرة أقوم بمعرض في مؤسسة كبيرة معترف بها كان سنة 1981، يعني في جامعة محمد الأول بوجدة. وفي هذه الجامعة أول أيضا أنجزت بحثا كان ربما أول بحث عن الفنون التشكيلية، وكان الموضوع هو الخط العربي بين الأدب والفن، واخترت بعض النماذج المتميزة واتصلت بها مباشرة، لأن في ذلك الوقت يعني بداية الثمانينات من الصعب جدا أن تجد يعني كتب أو أن تتصل بشخص، يعني مراجع مباشر، مراجع مراجع، يعني بحث كأنه بحث ميداني، يعني نعم. تتصل بالفنان مباشرة. فاخترت ثلاث فنانين هما ضياء العزاوي وشاكر حسن آل سعيد وحسن المسنود. في الجانب الفني، بالجانب الأدبي اخترت الشاعر المغربي الكبير محمد بن نيس في تجربته حول بنية المكان، وكان يدعو إلى تبني الخط المغربي في كتابة القصائد العربية. نعم، الحديثة تجربة بالطبع. معروفة جدا. نعم. وبالنسبة للمسرح اخترت ديكور كان يستعمله المرحوم الصديقي، كان يعتمد على الخطوط في الديكورات. نعم. هذا أول بحث. و من بعد يعني بدأت أنشر أبحاث في الكثير من الجرائد والمجلات، وشاركت في كتب وفي ملفات، وكذلك حوارات واستجوابات ومحاضرات سواء في المغرب أو خارج المغرب. والانطلاقة الحقيقية نحو المعارض الدولية كانت في بداية الألفينية الثانية، يعني ابتداء من 2003 كان أول معرض دولي هو مدينة كورتريبي بلجيكا، وعرضت في متاحف مثل متحف العالم فيردن ميوزم بروتردام، وعرضت أيضا في قاعة اليونسكو ببيروت، وفي المهرجان الدولي الأول بالقاهرة، وكان لي الشرف أن
حصلت على أوسكار وأيضا تكريم، كما شاركت أيضا في المعرض الأول الذي أقامه المركز العالمي للفنون التشكيلية بالعراق ببغداد، وكان المعرض في مقر وزارة الثقافة. كما شاركت أيضا في الجزائر عدة مرات، وتم تكريمي في هذا البلد العزيز أيضا عدة مرات، وأوجه لهم الشكر الجزيل. وبعد ذلك يعني شاركت في معارض في إيطاليا في 3 مرات، لا عفوا 4 مرات، من بينالي فلورنسا، وكذلك في متحف كارلو بيلوتي بروما، وفي مدن أخرى نابولي وفلورنسا، يعني هذه المدن الأساسية. في كما شاركت أيضا في معارض في النرويج في المركز الثقافي العالمي بيرغن، شاركت فيه 3 مرات. وشاركت أيضا في آسيا وفي القارة الآسيوية والقارة الأمريكية ومعارض أخرى هنا في المغرب. نعم، قد نقول سفير الإنسانية عبر الفن التشكيلي. ايوا بطبيعة الحال انا الفن ديالي اصلا هو انساني. نعم، الدرجة الاولى، يعني شاركت في بعض التظاهرات التي كانت لها علاقة بالإنسانية. نعم، الناس لا يعرفونها، مثلا حينما قام الطالبان ب تدمير تمثال بوذا كان هناك معرض. نعم، وطلبوا من المشاركة وأرسلوا للحامل، وهو عبارة عن ورقة مرسوم فيها التمثال. نعم، وأنا أقوم بملء الحامل، وعرض عملي مع أعمال فنانين آخرين في الولايات المتحدة وفي سويسرا، وكان أيضا مقرر أن يعرض في أفغانستان، ولكن بعد انتهاء الحرب، يعني لا يمكن الآن عرض مع وجود. نعم، طالبة إذا قضية سياسية معروفة. نعم أستاذ، لنا أن نعود إلى الوطن أي المغرب. فما دائما في الوطن. نعم بالطبع، قلبا وقالبا، فإنه الهواء الذي نتنفس صحيح. نعم، والدافع الذي يدفعنا على أن نأمل كثيرا في الإعطاء، أن نكون معطائين. فأستاذ، ما مستقبل الفن التشكيلي بالخصوص في المغرب؟ أنا بالنسبة لي مستقبل الفنون التشكيلية في المغرب يلفه الكثير من الغموض، يعني أنا بالنسبة لي لا مستقبل. سوف أذكر بطبيعة الحال، أنا ليست نظرة تشاؤمية ولكن هذا هو الواقع. نعم يعني نعم. دولة مثلا، دولة مثلا كالمغرب هو أمة عريقة. نعم، أنا أفتخر بعراقة المغرب، يعني دولة عريقة جدا وساهمت كثيرا في الحضارة الإنسانية بطبخها وبفنونها الشعبية معروفة في مختلف أنحاء العالم، في النقش على الجبس، يعني وفي الألوان وفي الرياضات وكذا. ولكن المشكل ليست هناك تربية فنية. نعم، التربية الفنية غير موجودة. الدول الأخرى تهتم بالتربية الفنية، يعني سواء في الموسيقى أو في الرسم أو في المسرح أو هناك مؤسسات قليلة جدا. أنا بحكم اشتغلت في التعليم لمدة طويلة، واشتغلت أيضا في سواء كأستاذ، واشتغلت أيضا في الإدارة. نعم، وأعرف الكثير من الأشياء. يعني مؤسسات إعدادية قليلة جدا التي فيها حصة للفنون التشكيلية. أما الجامعات، ليست هناك كليات للفنون الجميلة. المغرب كامل، نعم بأكمله، هناك جامعات كثيرة، ولكن ليست هناك ولو كلية واحدة تدرس الفنون الجميلة عكس الدول الأخرى. الدول العربية مثلا تقريبا كلها، يعني باستثناء بعض الدول القليلة جدا، كلها فيها، رأيت الدول العربية فيها كليات للفنون الجميلة. وهذه كليات الفنون الجميلة يمكن مثلا أن تفرز لنا ناس لهم ناس مختصين في المجال. نعم، الكتابة، في التذوق، في كثير من الأشياء. في المغرب هناك أشخاص مثلا يبذلون مجهودات في الكتابة الفنية، وهي مجهودات بالنسبة لي محترمة وأحترمهم كثيرا، ولكن للأسف الشديد هناك أشخاص يقومون بمهاجمة هذه الأقلام. نعم، يعني لأسباب متعددة. بطبيعة الحال هناك أقلام فيها الكثير من الشبهات، ولكن هناك أقلام جادة يجب أن نعترف بهذا، وتقوم بالبحث الجاد، يعني في إطار
وعيا فهي ليست مختصة 100%، ولكن لم تدرس في جامعات يعني خريجات خريجي كليات الفنون الجميلة أو ما شابه ذلك، ولم دكتوراه في الفن، ولكن الناس حينما تقرأ لهم كأنهم درسوا في الجامعات عصام يقرؤون. عصام يتكوين عن بحث شخصي بحث شخصي، ولكنهم يقرؤون يعني وربما هم أفضل من خريجي الكليات. نعم والذين يحصلون أنا أقرأ وأعرف ماذا أقرأ. هناك نعم. أشخاص أحترمهم كثيرا، وهناك أشخاص بطبيعة الحال أحترمهم، كتابهم تبقى بالنسبة لك كتابة صحفية نعم. وفيها الكثير من ككتابة تسويقية بالطبع بطبيعة الحال نعم. أستاذ نعم. وحنا ودائما نتكلم عن الفن التشكيلي بطبيعة الحال، فهل الأزمة أزمة التواصل مع الطبقة يعني مع عامة الشعب هي أزمة قلة النقاد الذين باستطاعتهم شرح مبهمات الفن والرسائل، أو هو من جانب يعني التأطيري بما يخص الوزارة وما شابه الإداري يعني الدولة، فأين الخلل؟ سؤال أطرحه دائما نعم أستاذ. بالنسبة للخلل لقد ذكرت تقريبا كل مكامن الخلل، إذا ما علي إذا نفصل هذه المكامن يعني. ولكن نعم هؤلاء مكامن الخلل، ولكن من يتحمل الوزر الثقيل في هذا؟ أنا بالنسبة لمن يتحمل الوزر الكبير هو المناهج، مناهج التعليم يعني تغيب فيها التربية البصرية. نعم. إذا أي شيء أصبح مباحا الناس لا تعرف طبيعة الحال. أنا حين أكتب أحاول الكتابة. نعم عارف. لا أكتب بتلك المصطلحات المعقدة وكذا وأحاول أن أتظاهر بأني نعم بمصطلحات تقريبا فضفاضة لا أحد يفهمها. نعم أحاول أن أبسط المصطلح، أولا أن أستوعب معنى ذلك المصطلح. نعم. وأحاول أن أحيانا أترجم لوحدي لأنه هناك مصطلحات غير موجودة في اللغة العربية. طبيعة الحال. والدليل أن حتى الرسام أن أرتست بينتر لم يستطيعوا لحد الآن ترجمته. نعم. سنوات كثيرة. ليس هناك ترجمة دقيقة. ترجموه في الأول بكلمة صباغ، فهل صباغ تفي بال... ليش؟ لا علاقة لها بالصباغ. حينما تقرأ مثلا عليهم للتخفيف عليهم ان يزيدوا صباغ مثقف. نعم. اضيف الى ذلك مثلا جورج طرابيشي حين كتب عن نعم. فلسفه علم الجمال وكذا. نعم. يعني نعم. ترجم كلمه ارتست بينتر باللوان. المصطلح لم يستمر لانه غير مقبول اصلا. نعم. وهناك ايضا اليوم مصطلحات كثيره تظهر ولا نجد لها ترجمه صدا. حقيقيه. يعني أولا حينما أحاول ترجمة أو تقريب المصطلح للجمهور يجب أن أستوعب المصطلح. أستاذ أكتب مثلا سؤال قبل أنا أتوجه إلى فئة معينة. نعم. يجب علي حين أثناء الكتابة أن أحبب لها الفن يعني بطريقة بسيطة جدا. أنا لا أحاول إلا نعم أستطيع. أنا كتبت نصوص معقدة. نعم. جربتها في الفيسبوك مثلا. لاحظت انها لا تقرا. نعم. لا يهتم بها. حينما تكتب لهم بطريقه سلسه بسيطه نعم. جدا فهم يتابعونها. استاذ نعم. بالنسبه للمصطلحات الجديده، فهل اللغه العربيه لم تستطع ان تتاقلم مع الحداثه وتضيف كل هذه المفردات؟ فنرى ان كل اللغات الحيه تتجدد، هناك مصطلحات تتقادم وتنسى بالطبع فهو قوة اللغة العربية، ولكن ما هو الإشكال في عدم دخول هذه المصطلحات الجديدة وتداولها على نطاق واسع؟ أهو عدم التنسيق بين المهتمين في كل الأقطاب العربية أم أين؟ دائما نبحث عن الخلل. نعم صحيح. نعم إذا حينما نتحدث عن المصطلح يعني يجب أن نكون منتجين للفن. نعم. نحن لا ننتج ومستهلك
وكذلك الاستهلاك على النطاق الواسع الشعبي، ليس هناك استهلاك للفن، فهم يمضون نحو المسائل المقلدة الآتية من الصين بطبيعة الحال المطبوعة، ويتغاضون عن ما هو يدوي بصناعة محلية. فلكم الكلمة أستاذ. نعم، إذا تحدثنا عن هذا المعضلة، يعني معضلة فيها أشياء كثيرة ومركبة، مركبة من حيث المصطلحات. يعني حينما نتحدث عن المصطلح، نعم نتحدث عن أهم شيء، مثلا يعجبني أركون حينما يتحدث عن المصطلح في علم الاجتماع وكذا. نعم. حينما كتب مثلا الترابي كتابه يتحدث عن المجتمع، ناقشه أركون فقال له: نحن لا نتوفر على مجتمع، نحن لازلنا في مرحلة الرعية. صحيح، المجتمع هو من يحكم نفسه بنفسه، إنه المجتمع في العالم العربي. نعم. إحنا مازال هناك مصطلح الرعية. بالنسبة للفنون تشكيلها نفس الشيء، نأتي بمصطلحات ولا نفهم ماذا تفيد ولا معناها الحقيقي. يعني أنا أقوم بترجمتها تقريبا ترجمة حرفية، هذه الترجمة الحرفية خطيرة جدا. نعم. وتذكر مثلا كتاب كان ترجمه مستشرق فرنسي لليوسي، حينما وجد جملة مثلا قال: وأتونا مثلا بفاكهة الليل، الفرنسي ترجمها بفروي دو نوي، تحيلنا إلى نوع آخر، إلى مفهوم آخر. فاكهة الليل في اللغة العربية تعني المشمر. نعم، ولكن يعني في ثقافة أخرى العكس. الجمر مثلا هو الموقد ليلي. نعم، ليلي. وكان البرد شديد وكذا، فأتوهم بفاكهة الليل، فاكهة الليل جابهم، أتوهم بالنار يعني. نعم. لكي للتدفئة. بالنسبة للفرنسية يعني مثلا حينما نقول سامي شوف مونكاب في اللغة العربية، لا نقول بالعكس، تثلج. يثلج الصدر. يعني لماذا؟ لأن بيئتنا حارة. نعم. ونبحث عن ما يثلج صدرنا، ولهم بيئتهم باردة جدا فيبحثون عن ما يدفئ صدرهم. إذا الفرق نعم. الترجمة ليست سهلة. نعم، بالخصوص مستوعبة. بالخصوص للشعر يا أستاذ، فحينما يترجم الشعر تضيع معناه إلا إذا ترجمه كاتبه، لأن هناك أحاسيس يجب نقلها بأمانة، والمترجم إذا يعمل هكذا جاف مع الكلمات ليس مع ما وراء الكلمة. نعم صحيح. نعم. أستاذ، دائما في الفن التشكيلي هناك تيارات عديدة بالمغرب في الفن، فهل هذا صحي؟ نعم، هي تقريبا تقليد للتيارات موجودة في الغرب. نعم. بالنسبة للإبداع حقيقي غير موجود. نعم، نحن دائما تابعين الغرب، لم نبدع أي شيء. طبيعة الحال. نعم، في التيارات ولا في الأساليب ولا عندنا فن تشكيلي في المغرب، وليس عندنا فن تشكيلي مغربي. نعم. نعم، فن تشكيلي في المغرب. نعم. أنا حينما أكتب أضبط وأحاول ضبط المصطلح، أقول فن تشكيلي في المغرب وليس فن تشكيلي مغربي. لو كان عندنا فن تشكيلي مغربي لكانت له ميزة خاصة. نعم. الميزة غير موجودة. نعم، كله طبعا. هناك فطريون يشتغلون بالفطرة، كالشعبية، المرحومية الشعبية، هناك من ولج الحداثة، وهناك من حاول أن مثلا أن يواكب التيارات الجديدة التي ظهرت، لأن الفن اليوم الحامل تغير، لم يعود الحامل هو اللوحة، بل أصبحت هناك تركيبات وإنشاءات جمالية نعم. إذن هذه الأشياء بدأنا الآن نلاحظها. أتذكر مثلا في ربما في 2008 كان هناك مهرجان دولي في المغرب، وقمت باستضافة بعض الأسماء، إضافة إلى اللجنة التي قامت باستضافة أسماء أخرى، أتيت بهذا الفن المعاصر يعني. نعم. وكان هناك استهجان كبير جدا من طرف الجمهور لأنه لم يتقبل هذا الفن، إلى درجة أن حتى في التلفزيون المغربي نقل المهرجان، ومهم كانت آخر جملة ذكرتها المذيعة في الأخبار تقول: هل هذا فن وما هي حدود الفن؟ هذا لا زلت أتذكر الجملة. وقلت بعد ذلك في استجواب آخر، قلت أن هذا الفن الآن الذي يقول
نعم نعم أستاذ 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 أظن أن الخط انقطع نظرا للإنترنت فسنعود. نعود إلى الأستاذ محمد سعود، فقد كان هناك انقطاع فصبيب الإنترنت هكذا نحن لا نبت عبر الساتل، فكذلك أكبر القنوات يقع هذا هو الإنترنت فليس بالهاتف الثابت. فدائما مرحبا بالأستاذ محمد سعود، فأتمموا ما كنتم تقولون لكي لا نقاطعكم. نعم قلت نعم، يعني مجموع الفن الآن أصبح الناس تتقبل نوعا ما الفن المعاصر. نعم. وهناك إلى حد الآن خلط بين الفنون، بين الباراديغمات للفن. الإنسان لا يفرق بين الفن الحديث والفن المعاصر. نعم. المشكلة أن في الغرب حينما توجه الناس وتركوا الفن التجريدي، ماذا حدث في العالم العربي؟ حدث العكس. من كان فنانا تشخيصيا ذهب الى التجريد، يعني حدثت ردة. نعم لا افهم ما معنى هذا. نعم يقول انه فنان معاصر، قد نسميهم ضحايا الموجه اينما مالت الريح يميلون. لا على الفنان والمشكلة حتى الموجه لو مالوا الى الغرب واتبعوا. نعم نتقبل، نقول ان هذا فعلا فن معاصر. نعم. ولكن هو رجع الى الوراء، ذهب الى الفن الحديث. يعني هنا مشكله كبيره جدا. انا لحد الان لم افهم لماذا انقلب الفنانون مثلا التشخيصيون في الوقت الذي ذهب فيه الامريكيون ومجموعه من الدول الى الفن التشخيص. نعم. وما فوق الواقعي. نعم. يعني ليس الصوره يعني مفرطة. نعم. نعم الإمبرياليزم نعم هي من الفن المعاصر. نعم. تستعمل مثلا وسائل جديده وتكنولوجيا جديده ايضا. نعم. اثناء رسم اللوحه نجد حدث التراجع في العالم العربي. هناك من كان يجيد التشخيص بدل ان يتبع الموجه عاد الى التجريد. يعني السوق السوق. نعم. السوق يتبع السوق يا استاذ، والطلب والسبب هو المتلقي. نعم. دائما المتلقي يتابع اشياء عن طريق بعض الكتابات التي تكون مغالطه كماده اشهاريه. لا كما نعم. نسمي يعني التسويق الفني او لو ماركتينغ دار. نعم ماركتينغ ديال الفن. نعم صحيح. نعم أستاذ، كما جرت العادة للقناة فهي لديمقراطة الحوار تمنح الضيف أن يطرح شرف طرح الأسئلة على القناة ليكون العكس. فإن كانت لكم أسئلة قبل أن تمرروا رسالتكم التضامنية إلى العالم. نعم سؤالي بالنسبة للقناة هل هي مختصة فقط بالفنون البصرية أم هناك مواضيع أخرى؟ أستاذ هي قناة كل المبدعين. حينما نقول كل المبدعين الكرياتور اون جينيرال يعني عامة، يعني الكاتب حتى الشاعر يمر، لماذا لا؟ هي قناة الشعراء، قناة الكتاب، قناة الموسيقيين، قناة المسرحيين، قناة الإنسانية قبل كل شيء، وهذا هو واجبنا في